هو مختفي بس بيحبك، بس في حاجة جواه يعني مخوفاه، خايف إنه يقرب. أنا مش عارفة الأسباب، يعني أنتو أدرى. فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني، هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش، يعني هو كأنه ضايع، يعني عم بيحاول يزبط أوراق ومش عارف شو يعمل في العلاقة هذه. فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون أنت مستأوي القلب عليه، جايز يعني، أو حتى ممكن أنت بتتواصل معاه روحيا أو جسديا، فمخلي الشخص هذا مخضوض يعني خايف. فعندي هنا إنه أنت غامض، مش عايز تقول له ايه اللي بيحصل، ايه اللي حاصل. كذلك انت متضايق جدا ومتغاظ، ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي، يعني متضايقاه. الشخص هذا مخضوض منك وخايف. كذلك الشخص هذا مبين عندي انه رافض يبدأ معاك بداية جديدة، وشايل من الماضي وزعلان جدا، يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة. هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع، كان فيها غموض، وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة، وباغي يركز في روحانياته أكثر، وعاوز يدرسك، عاوز ياخد قرار نهائي، يعني يطلع من الموضوع ده، يقفله، يعمل حاجة يعني. لهذا فهو محتاج انه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه. ففعلا هو اتسحب من العلاقة، يعني هو ما طلعش مرة واحدة، هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى. هو في الحقيقة ما طلعش تماما، يعني هو ما قالكش نسيب بعض، يعني هو طالع بس، يعني كأنه قافل معاك وما بيردش. بصراحة انت شايفه كأنه مديك وشي خشب. عايز اشوف لك الشخص ده اذا مخادع ولا لا. استنوا، في الحقيقة الشخص ده عندي ورقة مش مخادع. الشخص ده مش مخادع، كأنه كان لابس ماسك قدامك لانه حاسس، يعني كأنه حاسس بالخوف، خايف منك، مشتاق فيك كثير، صار بيناتكم شي هيك. فأنا حمحاول أشوف إذا في حدا داخل بيناتكم، فجايز يكون في علاقة ثلاثية، ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص، منك أنت يا برج الجوزاء. فعندي الورقة إنه هو مش عايز ياخد خطوة، عشان في 3 سيوف قدامه، فجايز يعني، فغالباً يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء، بغض النظر عن الطرف الثالث. هو سواء هذا الشخص كان شخص ام الأسرة، في حد واقف بينكم، في حد داخل بيناتكم، في حكي طالع نازل هيك، فودني اي حد فيكم. ففي الأغلب الطرف الثالث جاي من ناحيتك يا برج الجوزاء، لأنه أنت اللي محتاج تحب نفسك، تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه. فعندي هنا برج الدلو وبرج الأسد والعذراء والثور وبرج الحوت. برج الأسد أو القوس، واحد منهم. فممكن تكون أبراج تانية مش مبينة عندي، لأنه أكتر شي مبين عندي طاقات، مبين عندي طاقات. فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة إنك حتمر بمرحلة انفصال، أو مرحلة حتكون فيها متضايق. فغالبا إيه اللي حيحصل، انتوا الاتنين حتكونوا حاسين بوحدة، أو من ناحيتك أنت بالأكثر. فالشخص ده كأنه حاسس بالملل، بالضيق، بالوحدة، وهو كمان زعلان ومتضايق.
فلو كنتوا مش منفصلين فممكن يعني انتوا في الشهر ده يعني ممكن انكم مش حتتكلموا، وحيكون في شعور بالزعل والحزن بينكم انتوا الاتنين. وانا شايفة اكتر انه حيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء، فانا شايفاك يا برج الجوزاء انك متغاض واخدها على صدرك، ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات، لازم تغير حياتك وتغير نفسك، لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المثلى وتحب نفسك بصحيح. وحب اقول لك انه الشخص ده ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة، فأنا شايفة إنه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة. بغض النظر يعني الشخص الطرف الثالث هو مين، فأنا طالع عندي يا برج الجوزاء إنه في طاقة جسدية، فممكن إنه تكون أنت عم تضيع وقتك يعني هيك مع يمكن عشان تطلع من حالة الاكتئاب اللي انت فيها، لاني شايفك حاسس بالوحدة والانعزال، وفي طاقات جسدية ولكن بدون مشاعر. فانا شايفة انه انت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تاخذ قراراتك بنفسك، وما تخليش المحيطين يأثروا على قرارك وقراراتك ورغباتك، وهذا طبعا حسب وضعك. مبين عندي يا برج الجوزاء انه انت حكيم، في عندك حكمة، يعني كأنك رجل عظيم او امرأة عظيمة، فما ينفعش انه يكون طرف ثالث انه هو اللي يدير حياتك، يعني مش معقول. دي النصيحة بتاعتك، وده اللي واضح في الشهر ده انه حيكون في تباعد، وتباعد بزعل يعني بصراحة. يعني انتوا الاتنين في عندكم احساس مشترك هو احساس بالخسارة، وبصراحة يا برج الجوزاء انا بشوف يعني انه الموضوع في ايدك انت بصراحة. هنشوف كروت النصيحة يا برج الجوزاء، لاني بشوف انه الشخص هذا هو ما حبش يبعد عليك، الشخص هذا ما بيحبك ولكن هو خايف، ولكن حاليا في الفترة وبشوف في هذا الشهر هذا راح تضلوا متباعدين مع بعضكم، يعني هو ما راح يعمل اي شيء، راح يضل بيفكر، يعني هو حيفضل قاعد بيبص عليك بيراقبك وما غيعمل حاجة، يعني ما غيدير حتى حاجة، يعني مش حيعمل حاجة ومش حيطلعك من دماغه لانه هو لسه عايزك. انا قلت لك في الاول انه في براءة عندي واضحة انه بيحبك، بحبك انت، فهو غالبا حيختفي، ولكن هو حيبص عليك على السوشيال ميديا، هو بيراقبك على السوشيال ميديا بغض النظر انه بيختفي، وانه انت حاسس انه يعني العلاقة انتهت، وانه هو خلاص شالك من حياته. لا، الشخص ده ما شالك من حياته، الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك، بس هو خايف واخد جنب وقاعد، راح يضل عم بيراقبك في السوشيال ميديا هيك. فمبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة ثلاثية، هون واضح عندي في علاقة ثلاثية. العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه متجوز، كأنه في علاقة جواز ولكن بتحب حدا تاني، ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وظلت هاي العلاقة، ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى، فرح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء بهاي العلاقة الثلاثية الثانية، شو راح يصير. ماشي، مبين يا برج الجوزاء انه انت راح هون في هاي العلاقة الثلاثية اللي واضحة عندي انه
انت ضايع، هاي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين، وما بين الشخصين هدول. استنى، اها، يا إلهي شو هاد، اها، بين الشخصين نشوف. انت عم تفكر كثير في هاي العلاقة الثلاثية، والشخص اللي انت بتحبه كمان بحبك، عم بيدعي الله، بدنا نشوف يجمعكم، عم يدعي الله يجمعكم بسعادة. نشوف، راح نشوف شو راح يصير، اذا راح يتحقق هالشي. انا حبيت اتطرق لهي العلاقة الثلاثية كذلك اللي عندي ظاهرة، في طاقة ترابية واضحة عندي، وطاقة نارية. راح نشوف هذا الشخص هذا بيحبك وبيدعي الله يجمعكم مع بعض. ماشي، اها، استنوا نشوف شو راح يطلع عندنا. بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذه، يعني عم يدعي الله وكأنه يائس، وبيدعي بيدعي كتير طالع عندي. بيدعي مشان يجتمع مع الحبيب تبعه. يا برج الجوزاء، القرار قرارك، فأنت يا إما راح تاخذ قرارك تختار الشخص اللي أنت بتحبه، أو راح تضلك بهاي العلاقة اللي أنت فيها واللي كأنك حاسس إنها علاقة جسدية فقط. يا برج الجوزاء، أنت لازم تاخذ قرار، لازم تاخذ قرار، الأمور كلها بإيدك بهاي العلاقة الثلاثية اللي أنا عم بشوفها. يعني القرار قرارك أنت، اللي ممكن تقرر الشخص اللي أنت بتحبه، مش اللي معه، لا، الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بحبك وبيدعي الله وبده يكون معك، بس هو تقريبا يائس لأنه بيشوف إنه ما في أمل في هاي العلاقة. يعني كأنه أنت متزوج، يعني كأنه تزوجت بس أنت مش مرتاح وأنت بتحبه. بغض النظر أنا مش فاهمة، يعني ليش، يعني كيف، يعني افترقتوا عن بعض، أكيد في ظروف. المهم، النصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقول لك اختار الطريق ليؤدي إلى الحكمة. فبين عندي يا برج الجوزاء إنه أنت بتهتم بالناس اللي حواليك، الأهل، الأصدقاء، وبتسمع هم عايزين إيه إلى غير ذلك، ولكن أول شي لازم تسمع صوت روحك، أنت محتاج إيه وشو الشي اللي راح يسعدك. لهذا بيقول لك اختار الطريق الذي سيوصلك إلى للاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء. وبيقول لك كمان بالورقة إنه رغبتك هي بإيدك أنت. فربنا معاكم يا برج الجوزاء، وقولوا لي إيه الموقف في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة
وتفعيل زر الجرس. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.